جاتني فكرة أنه نشد دفتر كما هكا ونكتب. وش نكتب؟ جاتني فكرة أنه نكتب يعني قصة حياتي، يعني كشغل كتاب عني، كتاب عني أنا كرجاء من اللي كنت صغيرة يعني حتى للآن، يعني نحكي على كل المراحل والتجارب وكل الأمور اللي مريت بها، لأنه صراحة مريت بالعديد والعديد والعديد، والحمد لله ألاحظ التطور والتقدم يوم بعد يوم، سواء في شخصيتي ولا حتى في أسلوب حياتي. والحمد لله هادشي كل شيء أخدمت عليه بجهدي وتعبت عليه، والحمد لله يعني لازال يعني أطمح للمزيد أكيد إن شاء الله، والتقدم إلى الأمام أكثر وأكثر. هالفكرة صراحة يعني تأسبيريت بها من الأب نتاعي. نتذكر لما كنا صغار كان عنده دفتر كان يكتب فيه، مرة في يوم من الأيام جا حكى لنا يعني قصة حياته اللي دونها بوحده، يعني دون يعني قصة حياته من الصغر، وحكى بزاف يعني التجارب اللي مر فيها. وعجبتني صراحة الفكرة، وقلت أنه يعني فكرة جميلة جدا أنه أي واحد فينا يعملها، لأنه راح نلاحظه أنه لما ننتقله من صفحة إلى صفحة راح نلاحظه التطور، راح نلاحظه التغيير في حياتنا، حتى لو كان بسيط راح نلاحظه التغيير. سو نظن بلي هذه الطريقة راح تكون جميلة جدا وملهمة لنا أيضا ومحفزة لنا أنه دائما نسعى للتقدم أكثر ونطور من ذاتنا أكثر. الآن أنا راح نكتب، اكيد ما راحش نكمل يعني في يوم واحد، اكيد راح نبقى يعني يوميا نكتب يعني 5 إلى 10 صفحات لمالا حتى نوصل للاج اللي راني يعني حتى نوصل لهذه اللحظه ان شاء الله. Yes, let's start. جبت هاد ستيكرز هادو، وتاني راح نستعمل الواشي تايب، حبيت نزين شوية يعني ما نخليش الصفحات يعني باهتة. أنا أنهيت كتابة تقريبا 6 صفحات أو أكثر، توقفت في نقطة ما، أكيد راح نكمل، فما نقدرش يعني حياتي كامل 22 سنة نكتبها يعني في ساعة فقط، راح نكمل أكيد في الأيام القادمة. صراحة استمتعت بهذه الطريقة وتفكرت بزاف نتاع الذكريات اللي كنت ناسيتهم، وأكيد استعنت بأمي في الكثير من اللحظات باش تفكرني يعني ببعض الذكريات وتفكرني ببعض التجارب اللي مرينا فيهم، يعني كوني أنا شخصيا ولا كعائلة. صراحة عشت من جديد كل حاجة كتبتها، عشتها من جديد بكل صراحة، بكيت في محطات، ضحكت على روحي في محطات، افتخرت بنفسي تاني في محطات، للشخص اللي وصلت له أنا اليوم فغيمو فرحانة بروحي انه جاتني هاد الفكرة في بالي، لانه يعني هكا زادت فيا شحال من حاجة وفكرتني بزاف حوايج وخلات اثر فيا، عجبتني بزاف الطريقة. وان شاء الله ان شاء الله انا ديجاني متمنية انه ندخل يعني التدوين كعادة في حياتي، وراني نسعى لهذا الشيء وبديتها يعني بهذه الفكرة باش نداوم عليها ان شاء الله، لانه قصة حياتي اكيد راح تكون مستمرة مدامني عايشة، يعني كل يوم راح تكون قصة جديدة، كل يوم راح تكون عندي تجربة جديدة نحكيها وندونها. ننصحكم بزاف انكم تجربوا هذه الطريقة، لانه حقا راح تحسوا بالتغيير في حياتكم، وراح تمتنوا بزاف امور في حياتكم، وراح تلاحظوا الفرق التطور اللي وصلتوا له حاليا. والان فلنلتقي لفكرة اخرى ترجعنا للماضي مع بعض. مفاجأة لك يا ابنتي.
والمهمة الأخيرة لليوم هي كتابة رسالة إلى نفسي في المستقبل، بلك تكونوا سمعتوا بها من قبل وممكن تكون أول مرة لكم. لهذا راح نخبركم اليوم علاش لازم على كل واحد فينا يكتب رسالة إلى نفسه في المستقبل وكيفاش نعملوا هذا الشيء. لما نكتب رسالة إلى أنفسنا في المستقبل راح يكون كتدريب شخصي لتحلنا الفرصة باش نفكروا مطولا في حياتنا الحالية وأهدافنا المستقبلية. هو تمرين بسيط قد يبدو لك أنه غير مهم، ولكن صدقني أنك راح تستفيد منه بزاف باش تتعرف على روحك وفي أي مرحلة ونقطة راك فيها حاليا والوين راك رايح. Now you're asking كيفاش نكتب هذه الرسالة؟ اولا خذ ورقه عاديه، من الافضل تكون ورقه وماشي دفتر. خلينا نتفاهموا على حاجه، خليك عفوي في الكتابه، يعني اكتب اي لغه او لهجه حبيتها لانك راك تكتب هذه الرساله لنفسك فلا داعي للرسميه. وانت تكتب تحدث عن نفسك، عن قيمتك، مميزاتك، مخاوفك، مهاراتك، اهدافك وكل شيء يتعلق بالمرحله الحاليه اللي راك تعيشها في حياتك، يعني وكانك تكتب ملخص عن وضعك الحالي. وبعدها انتقل الى مخاطبه نفسك المستقبليه، ومن الافضل انك تحدد عمر معين اللي راك حاب تكونه لما تقرا هذه الرساله في المستقبل. لما تخاطب نفسك تحدث عن الأمور اللي راك حاب تتوقف عن فعلها وأمور أخرى تريد فعلها. صف الشخص الذي تريد أن تكونه، قدم نصائح لنفسك وكأنك تنصح صديقا لك، واطرح كذلك أسئلة على نفسك، أسئلة تخليك تفكر فيما تحتاج إلى فعله لتصبح الشخص الذي تريده مستقبلا. وهكذا نكون انتهينا من كتابة الرسالة، الآن ضعها في مكان مناسب يسهل عليك العثور عليها في المستقبل. حبيتكم تخليوا هذا التمرين البسيط كتحدي ليكم هذا الشهر وتكتبوا كاملين رسالة إلى أنفسكم في المستقبل، وما تنسوش تشاركوا معي على الإنستغرام، ليس الرسالة أكيد وإنما إنجازكم لهذا التحدي. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.